Hello, my dear students, and welcome to the 36th episode, Unit 2, Lesson 5B. أهلا بكم أعزائي الطلبة في الحلقة 36, الوحدة الثانية, الدرس الخامس B, وهو تكملة للدرس الخامس اللي خذيناه في الحلقة الماضية اللي كان عن Dennis's Story. إذا كان تتذكروا احنا خذينا تمارين اللي هو يحكي عن linking words في الكورس بوك. الآن حيكون عندنا تمارين عليه في ورك بوك, نتابع مع بعضنا بقية الدرس. exercise C. Now do exercises B to D on pages 23 and 24 of the workbook. الآن قم بحل تمارين من B إلى D في الصفحات 23 و24 في كتاب التمارين. exercise B. complete the sentences with words from the box. أكمل الجمل بكلمات من الصندوق. عندنا هنا الكلمات اللي هن or and so because and, وهذينا طبعا سميناها نحن شنو linking words. linking words يعني بمعنى أن كلمات الربط, هنا يربط الجمل ببعض البعض. نشوف الجمل اللي أمامنا هنا. number one, it was hard work, يعني كان عمل صعب. I was always tired, كنت دائما متعب. شنو هي الأداة من الأدوات هذينا اللي ممكن نستعملها هنا علشان تعطي المعنى الصحيح؟ نشوفه مع بعضنا. طبعا أنا أو إن هو كان عمل صعب, كان عمل صعب, وكنت دائما متعب. إذن يعني حتى من خلال ترجمة الجملة الإجابة هي and. الإجابة هي and. it was hard work and I was always tired. number two, I didn't know how to read. وعندي هنا فراغ write. يعني ما كنتش نعرف نقرأ, وعندي فراغ بعدين نكتب. طبعا هذا لأن فيه عندي هنا نفي didn't, فعادة لما يكون في نفي ونبي نعدد أشياء أكثر من شيء نستخدمه or اللي هي أول وحدة في الكلمات الموجودة في الأعلى. or I didn't know how to read or write. I earn very little money, بمعنى أنا جنيت القليل جدا من المال وعندي أنا فراغ. I couldn't pay the school fees, يعني بمعنى لم أتمكن من دفع رسوم المدرسة أو رسوم الدراسة. طبعا هنا يعني فيه الجملتين هذين فيه يعني الربط بينهم بيكون بأداة, يعني بحيث أنها تعطي المعنى. يعني نسأل نفسي أنا ليش أنا ما قدرتش ندفع رسوم الدراسة؟ لأني أنا جنيت القليل من المال. إذا لما بهذا الشكل لما نقول أنا جنيت القليل من المال لذلك لم أستطع دفع رسوم الدراسة, إذن هنا حجي كلمة لذلك اللي هي شنو؟ اللي هي so. لو أن العكس, يعني لو أن مثلا يقول لي أنا لم أستطع أن أدفع رسوم الدراسة وجيني هنا I earned very little money, في الحالة هذه هنحط هنا شنو؟ هنحط because, لأن هيعطيني النتيجة وبعدين السبب. لكن هو هنا أعطاني السبب وبعدين أعطاني النتيجة. I earned very little money, هذا السبب أني أنا دخلت القليل من المال, لذلك I couldn't pay the school fees. number four, now I can read and write. طبعا على طول and هنا لأن هي شيء مضاف إلى شيء آخر وجملة مثبتة, معناها هنقول شنو؟ هنقول and. number five, I am happy, عندي أنا فراغ. I can go to university. هنا طبعا الجملة عكس رقم ثلاثة, يعني لو نقول مثلا I can go to university هي الأولى على سبيل المثال, نقول I can go to university بعدين فراغ I am happy, هنقول so I am happy, لذلك أنا سعيد. ولكن جبنا I am happy في البداية, هنقول شنو؟
I am happy بهليش أنا سعيد. Why I am happy? Because I can go to university. إذن عندي في رقم 5 حتكون كلمة because. غالبا تعتمد على ترجمة الجملة، معنى الجملة، فهم الجزء الأول والجزء الثاني من الجملة، علشان نقدر نعرف شنو هي الأداء اللي نربط بها الجملتين اللي أمامي. نمشي للتمارين التالي. Exercise C. Circle the correct word in each sentence. يعني معناها ضع دائرة، دائرة على الكلمة الصحيحة في كل جملة. عندنا مجموعة من الجمل هنا ويطلب مني وضع دائرة على الكلمة الصحيحة. يعني عندنا هنا الكلمتين هذين اللي هن and و because في السلاش بيناتهم، هنختار واحدة منهم على حسب قراءتنا للجملة اللي هي land كلمة education وبعدين تكملتها اللي هي goods nutrition. فشن نختاره هنا هنشوفه مع بعضنا. وهكذا الجملة الثانية، يعني عندي هنا الخيار بين or أو so، ندير دائرة على واحدة منهم الصحيحة منهم. يعني هنا عندي because وعندي or وكلهن linking words، وعندي هنا الخيار بين or أو so. نشوفه مع بعضنا. All children should get an education. وبعدين عندي هنا فراغ، تخيلوا في فراغ نحن good nutrition، يعني كل الأطفال يعني ينبغي أن يحصلوا على تعليم، بعدين هنا تغذية جيدة. هل نقوله and أو نقوله because؟ Yes of course and و، لأن ما تجيش because. يعني كيف نقول because؟ كل الأطفال ينبغي أن يحصلوا على تعليم و تغذية جيدة. ما نقدرش نقول لأن تغذية جيدة، يعني واضحة حتى من خلال المعنى. Number two, some schools are destroyed by natural disasters. يعني بعض المدارس دمرت بكوارث طبيعية. عندنا هنا فراغ. Children can't go to school. الأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. هل نقول or أو نقول so؟ طبعا أكيد لازم نقول so، لأن عدم ذهاب الأطفال إلى المدرسة هو نتيجة لأن المدارس دمرت. إذن نقول لذلك الأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. Number three, education is important. التعليم مهم. عندي هنا because أو or واحدة منهن. It can help you get a good job. يعني معناها يساعدك أنك أنت تحصل على وظيفة جيدة. التعليم مهم، هل نقول because أو نقول or؟ بالتأكيد yes of course it is because. الإجابة الصحيحة هي because. ليش؟ لأن التعليم مهم، لأنه يساعدك في الحصول على وظيفة جيدة. Number four, students who finish secondary school can get a job. وعندي هنا go to university. إذن الطلبة الذين ينهون المرحلة الثانوية أو المدرسة الثانوية يستطيعون الحصول على وظيفة، يذهبون إلى الجامعة. هل نقول so ولا نقول or؟ هنقول بالتأكيد شنو؟ or، لأن هنا في choice، يعني خيارات، يختار بين الوظيفة أو الذهاب إلى الجامعة. Exercise D، آخر تمارين في الدرس الخامس. Complete the sentences so they are true for you. يعني أكمل هذه الجملة بحيث أنها تكون صحيحة عن نفسك. يعني هنا ممكن إجاباتنا تختلف على بعضنا، لكن نحن هنديروا إجابة نموذجية. كل طالب يستطيع أنه هو يغير الإجابة كيف ما يحب. I like school because. أسأل نفسك أنت ليش تحب المدرسة؟ نشوفوا التكملة اللي عندنا أنها كإجابة نموذجية. Because I like to learn and spend time with my friends. يعني أحب أن أتعلم وأقضي وقت مع أصدقائي. انت ممكن يكون عندك سبب اخر، شوف انت السبب اللي خليك انت تحب المدرسة. Number two, when I'm older I want to، وعندي هنا so وتكملة. عندما اكبر اريد، ها شو بندير؟ نمشي للجامعة، نشتغل، يعني تقدر تدير أنت أي حاجة تبي تديرها، يعني تبي تديرها في المستقبل. شنو تبي تدير أنت لما تكبر؟
على سبيل المثال احنا عندنا إجابة هنا نموذجية go to university when I am older I want to go to university باهي so لذلك ما دام تبي تمشي جامعة معناها تبي تحصل على شهادة جامعية so I can get a good job يعني عندما أكبر أريد أن أذهب إلى الجامعة لذلك سأتحصل على وظيفة جيدة. Number three, I want to study. عندي أنا فراغ وعندي or وعندي فراغ آخر. معناها تبي حاجة فيها خيارات. تبي تدرس واحدة من حاجتين يعني شنو؟ على سبيل المثال English or Arabic at university. تقدر تغير. دير physics or chemistry. تقدر دير أي مادتين أخرى غير هذين. طبعا اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية يعني في الجامعة. Number four. My favorite things are أفضل أشياء بالنسبة لي أنا هن شنو ممكن تكون أي نشاط تختاره أنت أي شيء نشوفوا هنا الإجابة النموذجية عندنا هنا اللي هي traveling اللي هو السفر and learning new languages تعلم لغات جديدة ممكن تبي تغير أنت أي شيء تقدر تغير قول my favorite things are watching TV and listening to music studying maths and learning new languages يعني تقدر تغير كيف ما تحب بس مهم نعرفوا ان كيف نكملوا الفراغات الموجودة امامنا بحيث ان تكون الجمل هذه صحيحة عن انفسنا نتكلم عن انفسنا كل واحد يتكلم عن نفسه ويغير ما امامه في الجملة بحيث انه هو يتماشى معه يعني حسب ما يحب وحسب ما يرغب في أنه هو يدرس أو شيء يقوم به في المستقبل. This is the end of the episode and the end of lesson 5. Next episode we will start in lesson 6. هذه نهاية الحلقة ونهاية الدرس الخامس. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنبدأ في الدرس السادس. This is the end of the episode. Thank you very much for watching. And good luck for all of you.